قبل ما نتابع فقرات حلقتنا لليوم، خليني اذكركم مشاهدينا شو ناطركم الليله خلال السهره على الام تي في. الساعه 6 المساء انتم على موعد مع احداث جديده بالدراما الاجتماعيه وين كنتي، مع مجموعه من ابرز نجوم الشاشه اللبنانيه. القصه كلنا صرنا نعرفها، رجل متقدم بالسن بيتزوج من عروس صغيره حلوه وناعمه، وهالشيء بيصير غضب اذا بدكم العائله كلها وخاصه ابنه، وهون كل الشخصيات هدفهم واحد انه يتخلصوا من العروس الشاب. الساعة 6 المساء مشاهدينا حلقة جديدة من وين كنتي. بعد الأخبار منكمل كمان بأجواء الدراما، وهالمرة مع الخلخال. القصة بتعرفنا على مصور وزير نساء وزوجته بتكتشف تحت التخت خلخال، والشي هو دليل على سلسلة من الخيانات اللي عم بيرتكبها ضدها. تطورات جديدة من تبع الليلة الساعة 9 لربع المساء ضمن حلقة جديدة من الخلخال. حوالي الساعة 9:30 انتم على موعد مشاهدينا مع حلقة جديدة من بموضوعية. شو حصل بجلسات الحكومة بعد أحداث عرسال؟ كيف توزعت مواقف الوزراء؟ الوزير السابق الياس بوصعب بيستعيد مع وليد عبود مع حاضر الجلسات الحكومية بحلقة جديدة من بموضوعية. أما هلأ رح ناخد وقفة قصيرة مشاهدينا ومتابع حلقتنا مع فاميلي، خليكم برفقتنا.